السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله سوف نقوم بدعم مكون الكتابة الذي يتضمن الخط والإملاء للأسبوعين الأول والثاني من الوحدة الخامسة. إذا خذوا معي المقررات الدراسية وهيا لنبدأ على بركة الله. إذا أولا سوف نقوم بمراجعة الألف الممدودة والألف المقصورة. إذن سوف نشتغل اليوم ونقوم بتدعيمهما، لكن قبل ذلك سوف نشاهد شريطا يوضح لنا طريقة الفصل بين الألف الممدودة والألف المقصورة. إذن انتبهوا معي أبنائي. الألف المقصورة والألف الممدودة. تكتب الألف المقصورة على شكل ياء، وتكتب الألف الممدودة على شكل ألف. الألف المقصورة والألف الممدودة تأتي دائما في آخر الكلمة، مثال: ندى، مشفى، عصى، شكى. كيف أميز ما بين الألف المقصورة والألف الممدودة؟ إذا انقلبت ألف الفعل في المضارع ياء تكتب الألف مقصورة. أحول الفعل إلى المضارع، مثال: مشى، مضارعه يمشي. جرى، مضارعه يجري. روى، مضارعه يروي. إذا لاحظتم أن كل هذه الأفعال في المضارع تنتهي بالياء وماضيها ينتهي بألف مقصورة. أما إذا انقلبت ألف الفعل في المضارع واوا تكتب الألف ممدودة. أحول الفعل إلى المضارع، مثال: نجا، ينجو. دعا، يدعو. سما، يسمو. إذا لاحظتم كذلك كل هذه الأفعال في المضارع تنتهي بالواو، وفي الماضي تنتهي بألف طويلة أو ألف ممدودة. وهناك أسماء ثلاثية وهي التي تتكون من ثلاثة أحرف. سنحول هذين الاسمين رضا وعصى إلى المثنى، فإذا كان الأصل واوا تكتب الألف ممدودة، وذلك من خلال تحويلها إلى المثنى: رضا، رضوان. عصى، عصوان. إذن نلاحظ في مثنى كلا الاسمين أن هناك واو، إذن تكتب كل من رضا وعصى بألف ممدودة. أما إذا كان الأصل ياء تكتب ألفا مقصورة: ندى، نديان. هدى، هديان. نلاحظ عند تحويل هذين الاسمين إلى المثنى كتب بحرف الياء، وبالتالي نجد ندى وهدى انتهت بألف مقصورة لأن أصل هذين الاسمين ياء. أما بالنسبة للاسم الرباعي وأكثر، إذا كانت الألف مسبوقة بياء تكتب الألف ممدودة، مثل: دنيا، ضحايا، قضايا، هدايا، إلى غيرها من الكلمات. أما إذا كان الاسم غير مسبوق بياء تكتب الألف مقصورة، مثل: سلوى، مستشفى، فدوى، مصطفى، وغيرها من الأسماء. إذا نستنتج أن الألف الممدودة والألف المقصورة إذا كان أصلها واوا تكتب الألف ممدودة، وإذا كان الأصل ياء تكتب الألف مقصورة. شاهد صبي عصفورا صغيرا قد هوى من الشجرة إلى الأرض، فمشى نحوه بهدوء، ثم حبى على يديه ورجليه حتى دنا منه وأمسك به ووضعه في قفص جميل. سقى
الصبي العصفور ماءً صافيًا وغذاه بالحب، ولكن العصفور ظل صامتًا حزينًا لا يغرد. سأترك لكم مهلةً من الوقت للتفكير في الألف المناسبة التي تنتهي بها تلك الكلمات، ثم نعود بعد ذلك. نقوم بالتصحيح، والكلمة الأولى هي هوى. إذا حولنا هذه الكلمة إلى المضارع نقول هوى يهوي، إذن انتهت بياء، وبالتالي نكتب هوى بألف مقصورة. الكلمة الثانية فمشى، إذا حولناها إلى المضارع نقول يمشي، إذن كذلك انتهت في المضارع بياء، نكتبها في الماضي بألف مقصورة. والكلمة الثالثة حبى، فعل حبى في المضارع نقول يحبو، نلاحظ أنه انتهى بالواو، وبالتالي نكتبه في الماضي بألف ممدودة. ونفس الشيء مع فعل دنا، دنا إذا حولناها إلى المضارع نقول يدنو، تنتهي بالواو، إذن نكتبها في الماضي ممدودة. الكلمة الأخيرة سقى، نحول الفعل سقى إلى المضارع يسقي، إذن انتهى هذا الفعل بزمن المضارع بالياء، وبالتالي نكتبه في الماضي بالألف المقصورة. إذن أبنائي، بعد أن قمنا بالتعرف على طريقة كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة، إذن سوف نأخذ الآن، خذوا معي المقررات صفحة 114، وهيا لنطبق ما فهمناه من خلال هذا الشريط. القاعدة التي أريدكم أن تركزوا عليها، حينما نأخذ فعلا ونقوم بقلبه للمضارع، مثلا فعل دعا، دعا إذا قمنا بقلبه للمضارع يد عو آخره واو، الواو تقلب ألفا ممدودة، لهذا نكتب فعل دعا بالألف الممدودة. اتفقنا أبنائي؟ مثلا فعل رعى، رعى إذا قلبناه للفعل المضارع أدخلنا عليه ياء المضارعة يصبح يرعى، وهنا يعني سوف تقلب إلى ألف مقصورة. إذن القاعدة هي إذا كانت لدينا ياء في الفعل المضارع فإن الياء تقلب ألف مقصورة، وإن كانت واو فالواو يقلب ألفا ممدودة. إذن انتبهوا معي أبنائي، هنا الخط كتبناه من قبل، أليس كذلك؟ لدينا صحى رغى، صح الديك وصاح رغى الجمل، كلها كتبت بألف كيف هي؟ ممدود. أحسنتم. إذن بعدها سننطلق ونشرع في الإملاء. إذن الإملاء طلب منا أن نتمم إما بالألف الممدودة أو الألف المقصورة، اشتغلنا عليها من قبل. إذن انتبهوا معي أبنائي، دنا قوموا بإرجاعها للمضارع أو بقلبها للفعل المضارع، دنا يده نو، أحسنتم، آخرها واو، ويعني الواو سوف تقلب ألفا ممدودة، أحسنتم، لهذا كتبناها بالألف الممدودة. حنا يحنو، نعم هي كذلك. عصا يعصي بالياء، والياء تقلب ألفا مقصورة، أحسنتم. هدى يهدي، الياء ستقلب كذلك. شدا يشدو بالواو، صحا يصحو بالواو
كذلك. إذا الواو تقلب ألفا ممدودة والياء تقلب ألفا مقصورة. اتفقنا أبنائي؟ نعم. ثم لدينا أملأ الفراغ بما يلي. لدينا بعض الأفعال وطلبوا منا أن نقوم بوضعها في مكانها المناسب لنتمم الجملة. نعم، الحمل، ما هو صوت الحمل؟ نعم، هو الثغاء. الثغاء يعني هنا الفعل ثغى. ثغى الحمل وغدا، يعني قلنا غدا صار وأصبح، صار يأكل وغدا يأكل العشب ثم لها مع الخرفان في المرعى. لها بمعنى لا لعبة. أحسنتم، أنتم أذكياء أبناء الصغار. ثم طلبوا منا في التمرين الموالي أن نتذكر ونكتب. هل تذكرون النص القرائي الذي قرأناه؟ نعم أبنائي، ما اسمه؟ أصواته؟ الحيوانات. أحسنتم. هناك جملة طلبوا منا أن نقوم بنقلها، هي فتناها إلى سمعها صوت حيوان، فسألت جدها هل هذا مواء قطتي؟ إذن أبنائي، بعد أن أنجزنا مكوني الكتاب الخط والإملاء للأسبوع الأول، هيا لننتقل للأسبوع الثاني، ودائما ضمن الألف الممدودة والألف المقصورة. حاولوا أن تكتبوا أبنائي بخط جميل، وحافظوا على مقاييس الحروف. رضي الله عنكم وأرضاكم. الآن سوف ننتقل لمكون الخط. أولا لدينا رعى، مرعى، يرعى الراعي خرفانه في المرعى. إذا قوموا بنقل الكلمتين والجملة بشكل مضبوط وبخط جميل. ثم ننتقل الآن إلى الإملاء. انتبهوا معي، طلب منا أن نتمم دائما إما بألف ممدودة أو ألف مقصورة. يلا انتبهوا معي. هدى، قوموا بقلب على المضارع. هدى يهدي. الياء أقلبها إلى ماذا؟ إلى ألف مقصورة. أحسنتم. إذن هدى. مرعى كذلك، فعل مضى، يمضي، الياء قلبت ألفا ما مقصورة. سقى، يسقي، هنا فقط نقطتين خطأ، أعتذر منكم أبنائي، النقطتين خطأ، هو ألف مقصورة في الكتاب. رعى، ثم دعا، يدعو بالواو، الواو ستقلب ألفا ما ممدودة. ثم طلبوا منا أن نقوم بملء الفراغ المناسب بالكلمات الآتية. إذن أتى الراعي، يأتي في المضارع، أليس كذلك؟ إذن كتبنا بالألف المقصورة. أتى الراعي وحمل ماذا؟ العصا. ثم ذهب إلى المرعى ليرعى الأغنام. هل أنتم معي أبنائي؟ نعم. هل تتابعون معي؟ نعم. إذا لدينا آخر تمرين، طلبوا منا أن نقوم بكتابة البيت الثاني من النص الشعري. أي نص شعري؟ نعم، الها الهزة. أحسنتم. إذا البيت الثاني يقول أرمي له خبزا وأطعمه فيردها في منتهى الغضب، يعني أن العصفور أو الهزار لا يريد أن يأكل ولا يشرب لأنه ماذا؟ لأنه سجين. أحسنتم أبنائي. إذن بهذا نقوم قد قمنا بدعم ومراجعة الألف الممدودة والألف المقصورة. حاولوا أن تسمعوا للشريط جيدا، القاعدة واضحة، وأرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس. إلى اللقاء أبنائي الأعزاء في حصة مقبلة.